أصناف محلية أو أخرى تم. لقد بادر قطاعنا الوزاري بإنشاء بنك البذور على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها السياسي كأداة أساسية لتعزيز السياسة الوطنية المرتبطة بالأمن الغذائي، وذلك من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي واستعماله المستدام، إلى جانب توفير بذور وأصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة الأمراض. إن البذور مورد من أهم الموارد الحيوية، وانعكاسه كبير وواضح على التنمية المستدامة في مجال الفلاحة في الوقت الذي تعد إرثا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة لمواجهة كل التحديات، خاصة تلك التي لها علاقة بالتغير المناخي، وهو الأمر الذي يتطلب أصناف تتأقلم مع المتغيرات المناخية وعوامل البيئة والمحيط.